السلام عليكم، أحييكم وأرحبكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الأحرار. قبل كل شيء يجب أن نوضح شيئا مهما بالنسبة لنا، وهو أننا لجأنا إلى قناتكم لنطرح مشكلتنا مباشرة على الرأي العام والمسؤولين على حد سواء، بعد أن فشلت كل الإجراءات الأخرى كالمراسلات والمقابلات مع كل من يهمه الأمر. كما يجب أن نؤكد أنه ليس لدينا أدنى شك في أن تعليمات رئيس الجمهورية وأوامره لرفع المظالم عن المواطن جديرة بالاحترام، لكن ما يجري على أرض الواقع شيء آخر، فكل الخلل يكمن في التطبيق الفعلي لهذه الأوامر، وإلا فكيف نفسر الوضعية التي نتخبط فيها منذ أكثر من 10 سنوات؟ عجزت دولة بأكملها في قضية بسيطة تكمن في نزاع مهني بيننا وبين الإدارة الوصية أو المستخدمة، ونقصد بذلك وزارة الصحة. كانت هذه مقدمة لرسالة أو لطلب قد تقدم به إطارات جزائرية إلى قناة العصر، يطلبون فيها إتاحة الفرصة للحديث عن مأساتهم التي قد تفرعت عن نزاع مهني بين هذه الإطارات والوزارة المعنية أي وزارة الصحة، مأساة ما كانت لتكون لولا الأخطاء القضائية ولولا الفراغ التشريعي في الجزائر، هذا الفراغ المتعلق بغياب مادة عضوية تضبط وتفصل باب التعويضات في حالة الخطأ القضائي وصدور حكم نهائي يقضي بالبراءة للمتهمين. فما أبعاد هذه القضية وجذورها، ولماذا لم يتم تعويض تلك الإطارات الصادرة في حقها أحكام نهائية تقتضي البراءة؟ وهل هناك قانون عضوي في الجزائر يضبط ويفصل قانون التعويضات في حالة الأخطاء القضائية في الجزائر؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة بعنوان ضحايا الأخطاء القضائية والفراغ التشريعي في الجزائر مع السيد عز الدين محمد، وهو عون إداري وضحية الأخطاء القضائية في الجزائر. سيد عز الدين، مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. مرحبا، أشكرك على تلبية المشاركة. أرسلتم لنا طلب لكي توضحوا المأساة التي عانيتموها في الجزائر. أنتم إطارات في ولاية شلف تحديدا، تشتغلون طبعا في القطاع الصحي بولاية شلف، أظن تنس بالضبط. نود أن نعرف جذور هذه القضية، من متعلق، من هو الأسماء الإداريين المتعلق بهم أو الذين قد عانوا وقد شربوا من كأس مأساة ومعاناة المعاناة التي قد شربت منها. بداية، جذور هذه القضية، متى تعود هذه القضية؟ أنتم إطارات، من أنت، من المسؤولين كذلك معك الذين قد عانوا كذلك نفس المعاناة التي قد عانيتها؟ الأخ حمزة، مرة أخرى السلام عليكم. وعليكم السلام. هي وقائع القضية هذه ترجع وقائع القضية المتعلقة بالسيد رحماني بوزينة محمد. نعم. متصرف رئيسي لمصالح الصحية، والسيد بونيه إسماعيل أسيستون أدمينستراتي برينسيبال، والسيد عز الدين محمد معاون إداري. نعم. الوقائع في 6/12/2002 قامت النيابة بتحريك دعوة عمومية ضدنا وتلفيق اتهامات وهمية. حرك الدعوة على أساس قيل وقال، يعني نقول باللي هم قيل وقال، وهذا في غياب طرف مدني أو شكوى رسمية من طرف أي جهة كانت. جيد. ما كان أي أساس البروكيورور سي بازي باش يفتح تحقيق ضدنا. هذا قال هادو داروا سوء تسيير، اختلسوا امور عموميه، امر بايداعنا للحبس مؤقت لمده 5 اشهر. نعم احنا نعم. في السجن، اسمح لي، احنا في السجن وما ناش عارفين التهمه اللي داير عنا. احنا 3 اطارات منا خريجي المدرسه الوطنيه للاداره، كنا مسؤولين في المكتب، حتى جات الشرطة القضائية قال لك عندكم متابعة قضائية واستدعاء للمحكمة. رحنا للمحكمة ما عودناش رجعنا، من المحكمة رحنا للحبس، ما ناش عارفين ما فوش كاين. الإدارة تقول خاطيني، ما نش عارف أنا اللي معني بالأمر قال أنا ما دعني أفهم معك، يعني خليني نفهم معك شوية. يعني التاريخ القضية يعود إلى 6/12/2002 تقريبا كما ذكرت. النيابة العامة هي اللي حركت الدعوة ضدكم سيد عز الدين.
وكذلك الإخوة معك كذلك اللي تم تحريك الدعوة ضدهم. أنت قلت بأن وكيل الجمهورية والنيابة العامة هي اللي حركت الدعوة. أنت ذكرت بعض الأمور، من بينها أول شيء أنه فيه غياب للطرف المدني، يعني ما في حتى شكوى من الوزارة المعنية، يعني قطاع الصحة، اللي قطاع الصحة ايه يعني ما في شكوى منها نهائيا. ما كان لا شكوى ولا دعوة رسمية ولا مفتش عام لوزارة الصحة قام بتفتيش على مستوى المؤسسة، ما كان أي جيد، يعني جهة. في رأيك يعني كيف وكيل الجمهورية بولاية شلف، يعني أنت تشتغل في القطاع الصحي بتنس، كيف يتم يعني يحرك القضية هكذا من دون ولا أي مستند ولا أي شيء؟ يعني في رأيك شو هي الخلفيات؟ أنا في رأيي هذا مش حق، وهذه ما هذا مش حق بالنسبة أنا يا كمسؤول وبغير وجه حق ترفع تتحرك لي دعم ودير لي تحقيق ودير لي أمر بالإيداع، ما فيه لا خبرة من عند الخبير ولا شكوى رسمية ولا مفتش عام. هادو آليات تحقيق يثبتوا أن هذا المسؤول إذا كان فيه تجاوزات يثبتوا أن فيه تجاوزات في هذا الوقت يرفعوا دعوة ضدنا للمحكمة للوكيل الجمهورية اللي يفتح تحقيق عن قاضي التحقيق ويقول له حقق لي في القضية. إذا كان صاب كاش ما كاين فيه ثغرة مالية أو خروقات في التسيير أو اللي هي، فما كاين المحاكمة وكاين العدالة وإلا كاين ثبوت احنا نكونوا يديرونا إدانة، وإلا ما كان والو هي كاين البطل بس ما يفتحش عليا تحقيق. نعم غير سيد، هكذا نعم سيد عز الدين، استمع إلي قليلا. أنت الآن تم اتهامكم من طرف وكيل الجمهورية، يعني في سنة في 6/12 تقريبا 2002 أمر بحبس مؤقت أو حبس احتياطي تقريبا لمدة 4 أشهر. هل تم توجيه إليكم اتهامات مباشرة ولا ما كانش عندكم أي علم بهذه الاتهامات؟ ما كان عندنا علم، أنا احتاجني المحامي للسجن جيد اللي راك متابع قضائيا، التهمه باختلاس وسوء تسيير. قلت انا هذه وعلاش ما قالوش عليها من قبل، ولا ما انا ما ما ما, ما كان ما على باليش. يعني يعني انا انتم المسؤولين في القطاع الاقتصادي للقطاع الصحي بتنس، يعني التهمه كانت تحديدا هي موضوع اختلاس، يعني موضوع اموال. موضوع اموال، واحنا الاموال ما كانش قاعد باش بيدينا، احنا كاين وزاره ماليه هي اللي تسير الاموال، احنا الا عندنا ارقام. نعم. او العام والخاص يعرف التسيير كيفاش يمشي في المؤسسات هذو، احنا عندنا مراقب مالي وما تكونش صحيه الوثيقه هاي ترفض. نعم جيد. في خلال 4 أشهر يعني في خلال التحقيق كيف يعني اود ان اعرف يعني تفاصيل التحقيق، التهم التي كانت موجهه اليك بالضبط، التهم التي كانت موجهه كذلك للاخوه الذين قد تم كذلك استدعائهم والقاء القبض عليهم كذلك وصدور يعني حبس المؤقت في حقهم لمده 4 أشهر من طرف وكيل الجمهوريه بولايه شلف، ما هي التهم تحديدا؟ خمسة أشهر. خمسة أشهر. لا هو صدر في حقكم 4 أشهر لكن تم تجديدها. إيه تم تجديدها الأمر بالإدعاء 4 أشهر أخرى، كي 3 أشهر المحامي طالب إفراج عنا. نعم جيد. أود غرفة أن أعرف الاتهام. تفاصيل التحقيق يعني كيف كان التحقيق؟ التحقيق جاء من بعد الإفراج عنا. يعني أنتم علمتم فقط بالتهم لكن لم يتم أي تحقيق معكم في فترة الحبس المؤقت. وقعدنا في الحبس 5 أشهر ما كانش اللي دار بينا ولا كناش عايش ساعة، حتى النهار اللي طلبنا طالب الإفراج المؤقت وقبلته غرفة الاتهام خرجنا وداروا لنا تحت الرقابة القضائية وبدينا نحقه لمدة 2 سنين. يعني جيك في التفصيل. نعم. كيف كانت فترة الحبس الحبس المؤقت يعني لك أنت وكذلك للإخوة الذين كانوا معتقلين معك، يعني وكيف كانت تداعيات الحبس المؤقت حتى على الوضعية النفسية للعائلة؟ والله يا الأخ حمزة صدقني وش راح نقول لك، لا أنا كنت نقول لا 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 رجوع للأولاد للمنزل، كنت نقول منا نروح بالك كما يقول لك نلقى ربي سبحانه، ومعاناة
ما عنديش واش نقول لك فيها، المعاناة اللي عانيناها وسوء المعاملة والمحابس اللي يقول لك أنا عندي 5 سنين واللي يقول لك أنا عندي 10 سنين، أنا قعدت شهرين ولا وأنا غايش مانيش عارف وراني. أنا عمري ما أنا عندي 55 سنة في عمري نصبح في قفص كيما هكذا بلا ما نعرف، بلا ما على بالي واش كاين. معاناة ما عندي ما نقول لك، معاناة كما قال لك يرثى لها. نعم. واش نحكي لك بالتفصيل؟ كاين شيء اللي ما نجيبش لم يحق لي قوله. وعطاء امور، سوء المعامله، وانا مريض ثم درت قصور قلبي. يا ربي كما يقول لك زادنا في العمر وخلاص، ما كان اي شيء. نعم. المواطن الجزائري وعارف ما كان له واش نحكي له، واحد في السجن كيفاش كيفاش وضعية هي المعاملة عنده. نعم، وضعية السيد رحماني بوزينة محمد آنذاك والسيد بونيه إسماعيل كيف؟ نفس الشيء اللي عند الآن رحماني بوزينة أو المشاهد الكريم يسمع ويعرفوه سوسوا، نفس الشيء نفس الشيء، نفس المرض، نفس واحد كيبدأ في السجن ومحروم من أعز الأشخاص ليه، ومحروم من كلش، من الحريات، ما واش تستنى منه، قاعد في كوا وتقارع رحمة ربي. نعم، نعود إلى القضية. نعود إلى القضية سيد عز الدين، بعد أن تم الإفراج عنكم من الحبس المؤقت، يعني تم هناك متابعة للقضية، هل تم التسليط عليكم نوع من الرقابة القضائية؟ وكيف كانت المعاناة مع الرقابة القضائية؟ الرقابة القضائية هي بدأت من 3/6/2003 ليتم إفراج عنا من طرف غرفة الاتهام مع الرقابة القضائية حتى 25/1/2005، وإحنا رايحين وجايين في أروقة العدالة. هذا السمانة تمضي، الشهر الجاي عندك تحقيق، الشهر الجاي عندك مقابلة مع القاضي التحقيق، عامين ما يسمى ما وخرناش كيلومتر كما يقول لك على المحكمة، عامين حتى 19/6/2005. نعم. وين أحيل الملف إلى السيد إلى المحاكمة. نعم، إلى المحاكمة. جيد. في وأنا خلال بغياب الخبرة، هذه كلش هذه. نعم نعم، سأقف معك عند التفاصيل. الخبرة هي الأولى. نعم سيد 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 عز الدين، في قضية التحريك الدعوة، أنتم تم اتهامكم باختلاس أموال في القطاع الصحي، وكيل جمهورية تحرك، قلتم بأنه ليس هناك طرف مدني، ليس هناك أدلة مستندات للوكيل الجمهورية، ليس هناك طرف يعني شاكي أو يعني ضدكم إلى غير ذلك. هل هناك يعني ما المفروض أن يكون قبل أن يتم تحريك يعني أي دعوة ضدكم من طرف مثلا طرف مدني، سواء كان مثلا وزارة الصحة أو المديرية يعني التابعة أنتم التابعون لها طبعا، يعني هل ما المفروض أن يكون هناك تقرير للمفتش، مفتش وزارة الصحة؟ هل يوما ما زاركم مفتش وزارة الصحة، هل أصدر تقرير ضدكم مفتش الصحة؟ ولا يوم. احنا اتصلنا كي خرجنا من السجن ورحنا للوزارة الصحة وقلنا واش هذا، قال لك القضية عند العدالة، احنا ما نجوش ندخلوا. ورا المفتش العام اللي من المفروض هو اللي يحرك الدعوة يدير التفتيش، يفتش في المؤسسة ويدير نوكات في المؤسسة، وثم يطير التقرير تاعو للوزير إذا كان فيه شيء، قلنا أو يقدم الملف للعدالة، ما كانش فيه شيء أو يرفض الملف وما كان والو، سيقيل وقال كيما هنا في الجزائر، هذا يكتب في هذا وهذا يكتب في هذا وهذا يهدر في هذا، ينسيت شويت. نورمالمون كاين مفتشة ومعروف هذه معمول بها هنا في الجزائر، كل وزارة وكل مديرية صحة عنده مفتش اللي يفتش كاش ما كاين ولا يروح يدير، هذه معروفة، هذه قانون. احنا ما جا لا مفتش ولا خبرة من كان المفروض. كان كذلك من المفروض ان وكيل الجمهورية يعين خبير، يعني المفروض قضائي، خبير يعني لمتابعة الحسابات التي كنتم تشرفون عليها. أولا بداية أود أن أعرف سيد عز الدين،
يعني أنت ذكرت بأنه حتى الخبرة ليست هناك خبرة، هل في رأيك أنت، هل وكيل الجمهورية كان يعرف يعني طريقة عملكم أنتم داخل القطاع الصحي؟ هل لديكم سيولة مالية في المكتب؟ هل أنتم مسؤولين على، هل هناك خزانة أو خزينة للسيولة المالية لديكم؟ هل كان مثلا وكيل الجمهورية لديه علم بتفاصيل العمل أم يجهل تماما حيثية العمل في القطاع الصحي عندكم؟ أنا راح نجاوبك في هذه الأحوال. نعم هي من المفروض أنا كمسؤول، وأنا ما ندخلش في الخدمة تاع النيابة كيفاش دي تخدم، بصح في القانون العام في المعمول به عامة هي لازم تكون خبرة قبل ما أي شيء لازم تدير خبرة. وكيل الجمهورية يستدعي خبير ولا زوج ويقول لهم ديروا دي خبرة في هذه، وبعد الخبرة هو ثم يشوف شكاين. هو قبل الخبرة حتى خرجنا من الحبس وقعدنا في التحقيق، به قاضي التحقيق استدعى الخبير وقال له دير لي خبرة، ونهار اللي جاب له خبرة جابه له في صالحنا. نقولها ونعاودها بأنه الخبرة في صالحنا، لأن المحكمة القاضي كان في المستوى، نهار اللي دارنا المحاكمة شاف الخبرة وشاف الوكيل القضائي للخزينة العمومية في المقال تاعو اللي رد واش يقول، باش قال هاد الناس راهم أبرياء سرحوهم يروحوا لوليداتهم. نعم لو كان شاف باللي فيه خبرة فيه اختلاس كون كان باللي العدالة الجزائرية ما تسمح لناش. هذه نقولها ونزيد نعاودها. نعم، ولا ولا والمفتشية العامة للمالية يعني ماذا كان موقف المفتشية؟ راه عندي هنا اللي يسمعوا المشاهد الكريم ما قال لي الرد لفائدة الوكيل القضائي للخزينة العمومية بيشلف، ما قال لك كان مسؤول مدني يقول في الباراجراف 5 حيث ليكن بالرجوع إلى وقائع القضية ومجرياتها فإن العارض لم يكن أبدا طرف في القضية وقد تم إقحامه كطرف مسؤول بدون أي مبرر ولا سند شرعي مما يستلزم إخراجه من الخصام. معناه أن الوكيل القضائي للخزينة حافظ على المال العام راه يقول باللي أنا هذه القضية ما عندي حتى مسؤولية معها، وجابوني بدون سند شرعي وانا نطلب اخراجي من الخصام. يعني انت وكيل الجمهوريه، اسمعني تفضل يا حمزه، تفضل غدوه هذا الناس يخرجوا ويدوا براءه، انا ما يجوش يطالبوني هنا كطرف مدني ويقول لي التعويض. الناس اللي تعرف تخدم خدمتها قال لك باللي احنا هذا ما عندنا والو معاهم، احنا نطلبوا اخراجنا من الخصام. صار يدير باللي قعدنا بيننا وبين وكيل الجمهوري. نعم، يعني أنت رأى أن وكيل الجمهورية هو من طلب للوكيل القضائي للخزينة أن يكون يعني طرف مدني؟ بالضبط، لأن شوفوا واش راه يقول الوكيل القضائي للخزينة، شوفوا واش راه يقول في المقال للرد تاعو. ألو؟ أستمع إليك، نعم. هذا مش راه يقول، اي واضح كل وضوح بانه لو كان فيه اختلاس ولا سوء تسيير ولا هذا مسيو رحماني بوزيده والسيد بني اسماعيل والسيد عز الدين محمد غسال سوء اموال عموميه وداروا سوء تسيير، انا هذا الوكيل القضائي للخزينه ماهوش عائله تاعي، ماهوش انا من الحاشيه تاعي ما يسمح لي ولا يقول لي ما يجيش. هذا هو الاول يجي غدوه للعداله ويطلب حقه ويطلب باللي يطلب لي التعويض ويطلب لي كاع واش ديت نرد له، يقول لك باللي خرجنا من الخصام. هذا باش ما 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 محال باش يقول كلام كيما هذا. هذا الوكيل القضائي للخزينه العموميه. نعم، اود ان اسالك هنا تشوف باللي كريم ما نجم نقول باللي هذه مش عارف فوضى في التسيير. والله مانيش عارف ما فهمناهاش احنا طبعا، يعني غير المفهوم هو ان كيف وكيل الجمهوريه يقوم بتحريك دعوه لم يتاسس فيها طرف مدني، ليست هناك ادله وليس هناك خبره وليس هناك تقرير كذلك الوكيل القضائي للخزينه
يعني هذا يعني يطرح تساؤلات كثيرة، وربما سنطرح السؤال هذا ربما سيلتحق بنا بعد قليل أحد المحامين في الجزائر. أعود إليه قبل أن أتحدث على إجراءات المحاكمة، لأن القضية لمت فيه اتهام واضح بقضية اختلاس أموال في القطاع الصحي بتنس بولاية شلف. طبعا يعني تم إرسال الملف إلى المحكمة، وسنتكلم على موضوع المحكمة. قبل هذا أود فقط أن أعرف، أنت لديك يعني متى تشتغل في القطاع الصحي؟ من سنة كم إلى سنة كم؟ شوف يا سيدي الاخ حمزه، نجيك بالتفاصيل. مده التحقيق حتى وين اصدرت المحكمه العليا البراءه التامه، باش المشاهد الكريم يشوف المرحله اللي عدينا فيها احنا كمسؤولين واش خدمنا، والمرحله اللي قعدنا فيها الا في المحاكمه، في اجراءات المحاكمه تم استغلاقت، لان المشاهد الكريم او راهي هير يقول باللي هذا الناس اللي راحوا مانيش عارف انا للمريخ، لو كان وصلوا وكملوا مع هذه القضيه. نكمل لك هذه ومن بعد نجيك في التفاصيل تاع من وقت دخلنا نخدموا والقانون الوظيفي العمومي اللي طبقوه علينا لا 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 وطبقوه لا علينا. انا لا اريد ان اتحدث متى التحقتم الى العمل مره اخرى. انا سؤالي كان واضح سيد عز الدين، يعني كم اشتغلت في هذا القطاع الصحي؟ يعني من سنه كم الى غايه كم؟ انا دخلت في 31 12 1978. نعم، يعني انت قديم. 1978 حتى هاي هنايا شهادة العمل ومقررة التوقيف، حتى هاو يقرر هنايا وبطلبية احنا طلبنا من المفروض يوقفونا يوم 6 12 2002. هذه بدأت المتابعة القضائية. القانون تاع الوظيفي العمومي يقول المادة 131 من المرسوم 85 85 يقول باللي كل موظف متابع قضائيا يوقف فورا تسوية الوظائف تجي إلا بعد الحكم النهائي، ومدة التوقيف فيها 6 أشهر، وفي هذه 6 أشهر العامل يدي نصف الراتب ولا نطر وكار. ها القانون تاع الوظيفه العمومي واش يقول؟ وانت لم تاخذ وحنايا ولا شيء في مده الحبس المؤقت. ما ديت والو. دوك نقول لك واش كاين. وانايا في 6/12/2002 حتى الاول ها يوقف السيد عز الماده الاولى، يوقف السيد عز الدين محمد عون اداري وعون اداري من مهامه ابتداء من اول فبراير 2003 إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي. وقت ما مضي هذا القرار حرر بتمس يوم 2 ماي 2007. أنت شفت مقرر التوقيف فيها عفو رجعي في إدارة عمومية؟ هذه محال، هذه مكاش. يعني تم توقيف في سنة، يعني في سنة 2003 تقريبا تم توقيفك، يعني في الشهر جانفي أو الشهر فيفري تم توقيفك، يعني وتوقيف الراتب، لكن بقرار شفوي لم يكن هناك بقرار كتابي. يعني ما كانش قرار كتابي في 2007. احنا ادينا البراءه تاعنا، راني جايك في التفاصيل، في 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 7/12/2005 ادينا البراءه وجينا باش نخدموا. قال لك لا، الحكم فيه الطعن، يوقف التنفيذ. قلت له انا نروح للعداله، دروك نروح للاداري الغرفة الإدارية، أعطيني مقرر التوقيف. المحامي قال لي جيب لي مقرر التوقيف. رحت للمدير قلت له اعطيني مقرر التوقيف. كان مدير واحد آخر قال لي يا للأسف هذاك الوقت ما داروا لكش مقرر التوقيف، بصح دوك ندير لك ريجيلاريزاسيون. ندير لي ريجيلاريزاسيون تحبسني 7 سنين من بعد وهكذا. قلت له طيهاني معليش، أنا نسحقها كوثيقة عندي بدي باش تشوف الفوضى في التسيير كيفاش تجي. مو يوقف ابتداء من اول فبراير 2003 الى غايه صدور حكم قضائي نهائي. حرر بتنس في 2 ماي 2007
والمشاهد الكريم هو يدير الاعتذار. نعم سنعود إلى الجهة الإدارية وإلى قضية التعويض بعد قليل. نعود إلى مسألة الملف. أنت تم فعلا توقيفك وتم توقيف كذلك السيد رحماني بوزينة والسيد بونيه إسماعيل كذلك بقرار شفوي، وبعد ذلك تم إصدار قرار مثل ما قلت في 2007 إلى غير ذلك. نعود إلى قضية إحالة الملف، يعني بعد ما تم الحبس المؤقت تم يعني تحويل، متى تم تحويل بالضبط الملف إلى قضية المحاكمة؟ هذا هو الشيء المهم في القضية. نعم. كيفاش مشات القضية؟ نعم. في 25/1/2005 الرقابة القضائية من 6/5/2003 حتى 25/1/2005، يعني تقريبا سنتين. احنا رايحين وجايين، وإحنا رايحين وجايين في الرقابة القضائية، وحيل الملف على المحكمة لأول جلسة في 19/3/2005 أجلت. وجيلت انا من بعد استشرت مع المحامي، قال لي الاطراف اللي استدعاها النيابه استدعتها ما جاتش لانها كلهم شهود. جيد، اي الاطراف؟ المفروض هناك طرف مدني، لكن انت قلت بانه ليس هناك اصلا طرف مدني، اذا ما هي الاطراف التي تدعي؟ الاداره تاعنا قالت انا ما نجيش انا وانا انا واش انا انا الاداره اعترفت بانها ليست طرف مدني. اي ما جاتش ما جاتش. اذا من المفروض من ياتي؟ الوكيل العام القضائي للخزينه، هذاك حامي الاموال العموميه. لم ياتي. لم ياتي. صح، قال لك المحاكمه اجلت. ثاني محاكمه في 19/6/2005 اجلت لنفس الشيء. لنفس السبب. وثالث محاكمه في 7/12/2005. ست تاجيلات استغرقوا لنا عام وعامين تاع تحقيق. صافي ثلاث سنوات. هذه جا هكذا باش المشاهد الكريم يحسب. في 7/12/2005 محاكمة ثالثة، القاضي لابد من المفروض انه يفصل، لا جاء ولا ما جاش يفصل. وتجي اصدرت المحكمة حكما علنيا حضوريا ونهائيا كما جاء في الجوجمون ببراعتنا. قدم طعن من طرف اوتوماتيك، النائب العام يقدم لك الطعن، بغيت براءه بغيت عندك ادانه، الطعن فيه لاول مره. نعم. الذي يوقف التنفيذ. جيد، هو لما صدر حكم قضائي يقضي ببراءتكم، كان من المفروض يعني حسب القانون الوظيفي العمومي من المفروض انه المديريه يعني الفرعيه للمنازعات تقوم بتسويتكم، التسويه الاداريه والتسويه الماليه، لكن توقفت عن هذه التسويه بحكم وجود طعن. قالت لك نو، الحكم فيه الطعن يوقف التنفيذ. او قلت انا نقعد 10 سنين وانا قاعد غير رايح وجاي يا سي محمد باش نهضر بالدرجه باش المواطن يفهم. أو أنا نقعد غير هكا براءة طعن، شحال لازم هذا المواطن الجزائري باش يكون صافي، شحال لازم له من براءة؟ نعم هذا جيد. ومع العلم سيد عز الدين، يعني العشر سنوات هذه ليس لديك أي راتب أنت والإخوة سيد رحماني بوزينة محمد وكذلك السيد عز الدين سيد بونيه إسماعيل، يعني ليس لديكم أي رواتب، يعني كيف عشر سنوات كيف عشتم يعني في يعني كيف كنتم ترتبون أموركم؟ يا الاخ حمزه انا بغيت نجيب لك حتى الحكم النهائي ونقول لك كيفاش عشنا المأساة اللي عشناها. جيد نواصل الحكم النهائي. نعم. انا قدم طعن من طرف النيابه الذي يوقف الحكم. احنا فما ولينا في حاله يرثى لها. دخلنا عند النائب العام، دخلنا عند المدير العام للوظيفي العمومي، قلنا له من 2003 رانا في 2007 وهنا في 2006 ما نخدموش. عندنا اولاد، عندنا كذا. حتى باش نزيد هذه اللي نشكر مديريه المنازعات على مستوى الوزارة الصحه، كي رحنا تقدمنا عندهم رفضوا، داروا تقرير مفصل للوظيفي العمومي وراه عندي كوبي منهم ويقول فيها باللي هذا العمال رغم الظروف المعيشيه تاعهم تدهورت والقضيه راهي طالت راهي في 5 سنين، نشوفوا كيفاش نديروا نردوا لهم. الوظيفي العمومي واش يرد لهم؟ يرد لهم بالسلبي انه الحكم ماهوش نهائي، ما ينجموش يرجعوا الا صدور الحكم النهائي. او انا الا بديت 10 براءات ودار لي طعن 10 براءات النيابه، نقعد 10 15 سنه قاعد بلا خدمه. صدقني يا الاخ حمزه، الخمس سنين الاولى اللي فوتناها
والله لي واحد خدم كاتب عمومي، واحد اللي كانت عنده سياره خدم بها كونديستان، وان الناس المواطنين اللي مجاورين هنا يسمعوا ونشكرهم، صدقوا عليا في الاعياد، او عارف بلي راني نتكلم في القناه العصر، وعلى باله اللي صدق عليا العام الفلاني والعام الفلاني صدق عليا نقود باش نعيش ولادي، وباش وكاين مواطنين شراوا لي الدواء لانه انا عندي مرض قصور قلبي وما عنديش تغطيه صحيه. المشكل يحبسك من العمل، لا تغطيه صحيه يعني، ولا من المفروض الراتب وين نروح انا سيد عز الدين؟ المفروض الراتب، الراتب كذلك ليس حقك انت وحدك، حق الاولاد معك في الراتب. الراتب حق اولادي انا في شهر في فرنسا في عند مستشار في فرنسا قلت له الصباح العشيه رد لي قال لي هذاك ما يحبسلكش الراتب لانه هذاك الراتب ماهوش تاعك وحدك، هذاك راتب تاع الاولاد. قلت له حبس لي راتب وراتب لك غير حبسه ست شهور ولا عام ولا معليش واحد حبسه 10 سنين وبربع اولاد. اللي نفرض واحد عنده ربع اولاد وتحبس له الراتب 10 سنين وين يروح؟ هم هنا الناس خدامين برص شهريه او ما يلعبش الشهريه، ما بالك واحد عنده 10 سنين ما خدمش وعنده ربع دراري؟ على الاقل هذه نضيفها للمجتمع المجتمع الكريم انه انا كنت مواطن صالح انا وسي بونيه وسي رحماني، او ضبطنا اولادنا ما راحوش للشارع، ما راحوش للمخدرات، ما راحوش يقول نروح نحرق، ما راحش كي نجي نسيبو في الحي قاعد. ضبطته خدمت الخدمه اللي خدمتها وجبت له القوت وما راح ليش ما فلتليش. على كل حال ضبطت ولادي ما خليتهمش. انت 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 ذكرت لي سيد عز الدين، سيد عز الدين، سيد عز الدين، انت ذكرت لي بانه من تداعيات السجن انه تم يعني الاولاد قد توقفوا عن الدراسه، صحيح هذا؟ دوك نقول لك عليهم، دوك الاولاد دوك تشوف نقول لك انا نعطيك وبشهاده المواطنين، انا عندي زوج اولاد ما زادوش من ما 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 من المتوسط. شوف خليني نكمل لك باش المستمع الكريم يعرف المعاناه اللي عشناهم بالاجراءات القاسيه. انا قلت سميتها اجراءات قاسيه واجراءات ما كاش اللي ينجم يديرها. هذه الاجراءات اللي درناها اللي صرات لنا اجراءات قاسيه. دوك نكمل لك. وفي المحكمة العليا التي أبطلت الحكم وأعيد حكم من جديد في 9/2/2009 الحكم الأول في 2007 والثاني في 2009. شوف شحال استغرق وقت التعطل من 2005 وحنا نحاربوا ونشكوا ونطلعوا ونطبطبوا حتى 2009 باش عاود أصدرت أعيد الحكم في 9/2/2009 وأصدرت حكم بالبراءة للمرة الثانية وزاد المرة الثانية طعن النيابة. النيابة راحت للمحكمة طعنت المحكمة العليا، احنا ما قعدناش مكتوب في الأيدي، رحنا للمحكمة العليا وقلنا هذا احنا مواطنين، شحال المواطن الجزائري باش يكون صافي شحال لازم له مبرعه؟ ادينا وحده في 2005 ودينا وحده في 2009 كيفاش رايحه الامور؟ في 20/9/2012 صبت كل هذه الاجراءات العديده والقاسيه الى المحكمه العليا التي قاضت ببراءتنا النهائيه وحفظ الملف نهائيا باش قلنا اوف تهنينا من راية نقولها أنا من راية تاع العدالة تهنينا منها، ما زالت لنا الراية تاع الإدارة، هذه العدالة خلاص الإدارة الآن. فقط قبل ما نتكلم على الإدارة، موضوع الحبس المؤقت، أنت الآن تحبس تقريبا 4 أشهر ولا تقريبا 5 أشهر، هل طلبت من المحكمة العليا بخصوص تعويض الحبس المؤقت؟ راني جايك في هذيك، راني جايك. نعم نعم، لأن الوقت يداهمنا. كل هذه الإجراءات القاسية ولمدة 5 شهور سجن المر والمعاناة التي عشناها وسوء المعاملة والحرمان من أعز الأشخاص وأشياء أخرى لا يحق لنا قولها، وبعد خروجنا من السجن معاناتنا التي تتمثل في الذل والهوان والإخفاء الدراسي الذي عشناه طيلة 10 سنوات حيث كنا مسجونين بنفس المدينة التي كان أولادنا يدرسون بها، لذلك لم يستطيعوا بسبب البيئة التي يعيش فيها التي لا ترحم، حيث أن الأم كانت تتمنى رؤية أبنائها في الجامعة
لكنهم أحيلوا على الحياة المهنية في وقت مبكر جدا، في المتوسط في السنة الرابعة متوسط، راح ولادي خرجوا راهم هنا قاعدين. واللي تحب نبعث لك انا حتى السيرتيفيكات سكولاريتي الاقصاء في السنه المتوسط. نعم ليه نعم. وعلى انا ما عنديش حق ولادي يروحوا للثانوي، ما عنديش حق ولادي يروحوا للجامعه. لا لا انا كنت خدام، واسمع لي، انا كنت خدام وعندي فلوس ونخدم في مكتبي وقعدت نخدم، انا كنت خدمت على ولادي وقريتهم. نعم وقريتهم نعم. انا نعم. هذا القانون، اسمع لي، هذا القانون تاع الوظيفه العمومي اللي ضر يقول لك وقف العمل كي يكون متابع قضيين المتابه بريء حتى تثبت ادانته. انا وهذا نخدم. موجود حتى في الدستور. اسمح لي يا حمزه، هاني بديت شوف، انا وعيشت ولادي ونهار اللي المحكمه تدير لي ادانه فما الاداره القانون ملزمه باش تسرح لي، وإلا دارت لي براءه راني قاعد في خدام، ماشي تحبسني 10 سنين ودروك كي نجي نطلب نطلب باش تقول لي انايا نقول لك نرجع نخدم، تقول لي استنى واحد كل بيرو يقول لي لا مشي هنا، روح العداله الاداريه الغرفه الاداريه تقول لي روح جيب لي الطرف المدني باش نحكموا عليه. الطرف المدني انا عندي النيابه العامه باخر 9 سنين ومن معاه هالتهمه. السؤال الذي مطروح الان سيد عز الدين، يعني حتى نطرح سؤال جوهري في الموضوع. يعني انت ذهبت فقط، انت طبعا عانيت بخصوص الان اعادتك، الان تم اعادتك واعاده الساده السيد رحماني بوزينه محمد والسيد السيد كذلك بونيه اسماعيل الى العمل. هناك اشكال الان موضوع التعويضات، يعني المفروض عندك 10 سنوات يجب تعويضك، يعني على 10 سنوات مفروض التسويه الاداريه، والقانون واضح انه فيه تسويه اداريه وتسويه ماليه، بمعنى ارجاعك للعمل ومرجع التسويه الماليه. هل كذلك ممكن هناك غموض، هل التسويه الماليه هي اعاده الراتب او كذلك تعويضك على السنوات الماضيه، سواء كان تعويض الراتب والتعويض كذلك المعنوي الى غير ذلك. السؤال هنا المطروح، يعني هل القانون واضح ام هناك فيه فراغ فعلا تشريعي تصادمتم انتم معه بخصوص انه يجب ان يكون هناك طرف مدني لتاسيس دعوه بخصوص التعويض، لكن في هذه الحاله ليس هناك طرف مدني. هل يعقل في الجزائر مثلا يكون وكيل الجمهوريه كطرف مدني؟ الحق العام قد يستطيع ان يمثل امام المحكمه على اساس انه طرف مدني يتم تقديم شكوى ضده؟ مدنية. أنا هذه تطرح هذا السؤال على المحامي اللي راه جاي. نعم سنطرح له السؤال إذا يعني توفر لدينا المداخلة. نعرفه مليح بأنه يعرف قانون المحامي اللي راه جاي. نعم. أنا راني نقول احنا ماناش نطالبوا، شوف احنا وين رحنا بعيد، احنا لم نطالب بتعويض لضرر المعنوي والمادي والنفسي الذي ألحق بنا وأسرنا، احنا يأسنا منه لأنه هذا نظام ما عنده اللي كابابل باش بور ايفالوي لو بروجيديس مورال. هذا الراتب تاع حق ولادي ما ردوليش، ويروح يدير لي التعويض المعنوي. التعويض المعنوي وبعيد عليه، انا طلبت الا الراتب باش يكون عندي حق باش نخرج في التقاعد، وما المعنوي وبعيد عليه. المعنوي كاع المعنوي نادت قصور قلبي في السجن، انا ولادي ما قراوش، انا ضعت مستقبل حياتي اولادنا واسرنا. نعم هو السؤال مطروح سيد عز الدين، سؤال مطروح. انتم ذكرتم يعني حتى قبل قليل يعني او حتى في تحضير الحصه معك قلت بان قد تقدمتم بطلب الى مدير قطاع الصحه بخصوص صرف المبالغ الى غير ذلك مستحقات السنوات الماضيه، وقد ذكرتم بان المدير قد استجاب لهذا وقد قال لكم بانه قد تم استجاب الصرف. بامر من اسلكنا استجاب نعم بامر نعم. من قد استجاب مدير لكن الساعة. لكن الاعاقه في 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 على مستوى المراقب المالي يرفض الدفع، هل هذا صحيح؟ ذوك نجي معك في هذه، لانه كي قوينا عليهم الشكوى وبعثنا لكل الاطراف وعلى كل حال كاين منتخبين محليين اللي نشكرهم كانوا معنا ودخلوا معنا عند مدير الصحه. سيد عز الدين ساعود اليك، ابقى معنا على الخط، معنا اتصال من نتصل بالسيد السيد نور الدين بن يسعد وهو رئيس الرابطة الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك هو محامي، لنستفسره على بعض الأسئلة. ابقى معنا لا تقطع الخط. سيد بن يسعد. نعم.
أحييك وأشكرك على تلبية المشاركة. طبعا أنت محامي ورئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أثرت في هذه الحلقة موضوع الإطارات الذين قد أو تلك الإطارات التي قد ذهبت ضحية الأخطاء القضائية، وكانت لديكم مداخلات عبر وسائل الإعلام بخصوص الأخطاء القضائية. يعني هل القانون الجزائري سواء كان الدستور أو هل هناك قانون عضوي يضبط ويفصل فعلا قضية التعويضات في حالة ما إذا كان هناك أخطاء قضائية وقد تم إصدار أو صدور مثلا من المحكمة العليا قرار نهائي يفضي إلى براءة المتهمين؟ مساء الخير. أولا مساء النور. هناك أمرين. الأمر الأول يتعلق بما يسمى الأخطاء القضائية، وفيما يخص الأخطاء القضائية لابد باش يكون فيه يعني حكم نهائي عند المحكمة العليا. فإذا حبينا باش ما يسمى يعني إعادة فتح الملف، يعني فتح الملف على أساس مثلا المحكمة أو المجلس المحكمة العليا لم تأخذ بالاعتبار وثائق مهمة بالنسبة للمتهم، أو في اكتشاف وثائق جديدة اللي تثبت يعني البراءة نتاع الإنسان. فهناك دعوة جديدة من أجل إعادة فتح الملف. فإذا المحكمة العليا يعني على أساس ما قلته يعني وصلت إلى النتيجة أن حقيقة فيه يعني على أساس هذه الوثائق الجديدة يعني تعود باعتبار إلى القرار تاعها وتبرئ المتهم. فهناك إذا كانت يعني قرار نتاع تبرئة المتهم فعنده الحق باش يروح الى ما يسمى لجنه وطنيه على مستوى المحكمه العليا، فعليه ان يطلب هو او محامي يطلب التعويض على اساس الخطا المهني. فهنا الو عليك. نعم. وهناك امر ثاني يخص التعويض فيما يخص الحبس الاحتياطي. فكان يعني إنسان يعني وضع في الحبس الاحتياطي، فما بعد يعني ما بعد يصدر أمر بانتفاء دعوى أو تبرئة أو يكون يعني بريء أمام مستوى المحاكمة، فكذلك هناك يعني وهو انه يتجه الى المحكمه العليا يعني لجنه وطنيه على مستوى المحكمه العليا، فيطلب يعني بالتعويض بالضرر المادي او الضرر المعنوي الذي اصيب. نعم. يعني هذا موجود في القانون ما يسمى القانون الاجراءات الجزائيه. نعم. إذا أنت تنصح الضيف الكريم وكذلك الإخوة سيد رحماني بوزينة محمد وبنيه إسماعيل المتضررين، تنصحهم بالذهاب إلى اللجنة الوطنية على مستوى المحكمة العليا لطلب التعويضات؟ نعم، هذا هو الإجراء القانوني، نتكلم عن الإجراء القانوني بطبيعة الحال. نعم، جيد. ضيف الحصة يقول سيد بن يسعد بأن يعني بعض الجهات تقول بأنه ليس هناك طرف مدني، وفعلا هو يقول بأن وكيل الجمهورية قد حرك القضية من دون وجود طرف مدني. هل يعقل أن يحرك وكيل الجمهورية قضية من دون طرف مدني؟ وهل حتى الضيف الحصة يقول بأنه هل من استطاعتنا في القانون الجزائري أن نقوم برفع الشكوى ضد الحق العام ربما وكيل الجمهورية حتى؟ هو دوك القانون الإجراء الجزائية ما يسمحش المواطن باش يرفع دعوى ضد ما تسمى بحق العام، ولكن نتكلمك على مستوى القانون الإجراءات الجزائية. فالإنسان هذا المحترم اللي نتكلم عليه هو عليه إذا عنده يعني قرار بانتفاء الدعوى أو قرار بالبراءة أن يذهب على أساس هذا الحبس الاحتياطي، إذا كان في حبس احتياطي أن يطلب التعويض على مستوى المحكمة العليا. فهذا إجراء قانوني وإجراء طبيعي. يعني وهل فيه قانون عضوي يفصل موضوع التعويضات في حالة الأخطاء القضائية؟
لا هو قانون إجراءات الجزائية، ما فيش شيء قانون عضوي، نعم قانون عادي ما يسمى قانون الإجراءات الجزائية. نعم جيد، أشكرك سيد بن يسعد رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان على هذه المداخلة. أعود إلى ضيف الحصة وهو السيد عزدين. هل السيد عزدين معي؟ سيد عزدين هل تسمعني؟ أنا سمعت، أنا بالاجتماع مع حمزة. نعم سيد عزدين، كان معي المحامي السيد نور الدين بن يسعد وهو رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، يقول بأنه يعني يشير عليكم أو يوجهكم إلى الذهاب إلى هناك لجنة وطنية على مستوى المحكمة العليا، هل استمعتم بهذا؟ ذكرنا هذيك، نعني نعرف المحكمة العليا، نعرفها هذيك ونعرف اللجنة ونعرف كاع اللي تم. نعم هل التجأتم إلى هذه اللجنة وما الذي يعني جرى بالتحديد؟ هذه اللجنة هذه تعاوض إلا الحبس المؤقت 5 شهور، باش قالت لنا نعاوض لكم إلا الحبس المؤقت، والمدير العام تاعنا ما داش ما حطش الملف إلا 5 شهور، وأنا 10 سنين قعدت. أنا بغيت نوجه له واحد المقال هنا للسيد نور الدين بن يسعد إذا كان هو في الاستماع. أظن السيد بن يسعد انقطع الخط معنا. أنا معليش نوجهها، وإذا كان هو نعم وجه عبر الهواء. نعم إيه شوف، إلى السيد نور الدين بن سعد، ليس من العدل والإنصاف في شيء، كما أنه ليس من المقبول شرعا وقانونا أن نبقى بصفتنا موظفون موقوفون عن العمل لمدة تزيد من عن 10 سنوات بدون راتب، الذي هو حق ثابت لأسرنا تعرضنا خلاله معاهدتنا المتكونة من 20 فرضا لكل أنواع المعاناة والحرمان. وبأي تشريع يقر بهذا الإشحاذ فهو مخالف تماما لأدنى وأبسط حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، مع العلم جميع أن هذه الوضعية تجاوز كل خطوط للنصوص التنظيمية والتشريعية المعمول بها في لهذه التراجيديا الحقيقية، تسببت في أضرار بالغة لدى ولي عهدنا، وأصبحنا ملف عند حقوق الإنسان. احنا عندنا ملف عند حقوق الإنسان، أنا أروح للجنة التعويض ويقول لي نعوض لك أنا إلا الحبس المؤقت 5 شهور وعشر سنين، وين نروح؟ رحت للعدالة قالوا لي جيب لنا اللي ديبوزا بيك بلان دوك نتبعه. أنا اللي رحت نرجعوا للمدير الساحة، كي شينا وشفنا المنتخبين المحليين ودخلنا للمدير والوزارة، قام بتسديد المستحقات، ولكن المراقب المالي رافض باش يسدد لنا المستحقات. لماذا يرفض؟ رفض الدفع. لماذا رفض الدفع؟ السبب وش هو؟ ها؟ ما هو السبب؟ لماذا لا يريد الدفع؟ شوف انا القرار اللي كانت الرسالة في 5 ماي 2014. نعم. تسديد مستحقاتكم المالية. تنفيذا لتعليمات السيد مدير الساحة والسكان لولاية شلف المتعلقة بتسديد مستحقاتكم المالية، يشرفني أن أحيطكم علما بأنني قمت بالإجراءات الإدارية اللازمة الخاصة بدفع كامل مستحقاتكم المالية إلا مصالح المراقبة المالية بتنس، إلا أن هذا الأخير رفض الدفع بموجب المذكرة المذكورة في المرجع أعلاه، علما أن الموافقة على تسوية وضعيتكم الإدارية تمت وفقا للمادة 174 من الأمر 03-06 المؤرخ في 16 يوليو 2006 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومي. هذا المدير بعث باش يخلصنا والمول المالية يرفض. احنا ماناش عارفين شكون اللي عنده الحق. هو السؤال في رأيك يعني لماذا يرفض المراقب المالي؟ هل لديكم محامي؟ ماذا يقول محامي؟ المراقب المالي عندك، وانا رحت عنده اعطانا وثيقه تقول بانه باع الوظيف العمومي، مرسل له وثيقه رسميه يقول له باللي ما تدفعش الراتب اللي يكون عمل غير مؤدى، سيرفيس نوفي. انا هذا السيرفيس نوفي ما هو من صنعي، ماذا المتسبب؟ يعني هم الذين اوقفوك يعني جبرا، يعني تم توقيفك جبرا. انا كنت في المكتب تاعي حتى قال لي نوض ما تجيش تخدم وندخلك العبس وندير لك المعاناه ونباصيك وندير لك على. انا قعدت غير هكذا وجيت قلت له خلصني في العمل اللي ما خدمتوش. انا العمل غير مؤدى ولا فتره التوقيف،
ليست من صنعنا. هل رسلتم هل سيد سيد, سيد سيد عز الدين هل رسلتم رئيس الجمهورية؟ رسلنا رئيس الجمهورية ورسالة راهي عندك، واني رسلت له رئيس الجمهورية رسالة ولو لم ما كان أي إجابة. رسلنا كل الأطراف، لهذا قلنا باللي رسلنا كل الناس واضطرينا إلى الرحول للرأي العام. لهذا سيد عز الدين، سيد عزين، يعني ألا تعتبر ربما أنتم ذهبتم في ضحية لقضية ربما لها خلفيات سياسية؟ أنتم تعلمون بأنه في سنة 96 قام السيد أحمد أويحيى بعملية ما يسمى بالأيادي النظيفة. هذه الأيادي النظيفة التي يقال بأن هذه العملية زجت، يعني حتى الجرائد الجزائرية تحدثت عنها، عملية تزج بأكثر من 7000 موظف وإطار في غياهب السجون بتهم سوء التسيير وحل المؤسسات، وبعد حصول أغلبية الضحايا للحبس المؤقت على أحكام البراءة النهائية التي بقيت لا معنى لها. يعني تم تأسيس لجنة الإصلاح، تأسيس لجنة إصلاح العدالة. هل سمعت شيء عن هذه اللجنة؟ اللجنة هذه تعلم ما عندي حتى أي، وكان كاين وكان احنا نعرفوا لجنة تعويض عن الحبس المؤقت إلا جيد. إذن هذه يعني العملية الأيادي النظيفة التي راح ضحيتها أكثر من 7000 إطار جزائري، وبعدين المحكمة تصدر في حقهم قرار بالبراءة ولم يتم تعويضهم، هم الآن يطالبون بمناسبة إشراف السيد أحمد أويحيى على عملية التشاور بخصوص تعديل الدستور، يطالبون بإشارة الموضوع أو بذكر الموضوع، يعني أو دسترة هذا حق التعويض بالحبس المؤقت، أو ربما إصدار قانون عضوي يفصل حق التعويضات. يعني هو نفس الشخص الذي قاد عملية الأيادي النظيفة التي راح ضحيتها 7000، هم يطالبون نفس الشخص بزج أو بوضع مادة معينة في الدستور يعني تشير إلى أو تضمن حق الحبس المؤقت. هذه شي تلوكازيون، هو يشوف المخرج اللي هو، لأن تحطيم حياتنا الاجتماعية والمهنية والعائلية والنفسية هي من مسؤولية الدولة ومختلف أجهزتها. سيد عز الدين، هذا هو النص اللي لازم يبازي عليه كل واحد اللي ادى براءة تعني إيه حقوق، أن تحطيم حياتنا الاجتماعية والمهنية والعائلية والنفسية هي من مسؤولية الدولة ومختلف أجهزتها. سيد عز الدين، قد وصلت إلى نهاية هذه الحصة، يعني هل لدي كلمة تريد قولها؟ أنا عندي كلمة ونقول كلمة، خليني لا بغيت باش الحصة فضت في الحقيقة. أعطيناك المجال تتكلم، يعني قول كلمة براحتك، خذ راحتك. الله يحفظك يا أخي. في الواقع نحن خاجلون، لأن لم نصل لإتباع مثل هذا الطرق، لأننا موظفون مثاليون وأعوان وعون بمسؤوليتنا، وكنا نود من أعماقنا ألا نصل إلى هذه الوضعية المخزية. لكن ما العمل أمام مؤسسات حكومية لا تسمع ولا تفقه، وكأن الأمر لا يعنيها. نحن لا نريد أن نسيء لسمعة بلدنا بأي وجه من الوجوه، لأننا نحب الجزائر، ولو ظلمتنا ولو خيرنا بين وطننا وحقنا لفضلنا الجزائر على كل شيء. وإنما ما يحزي في أنفسنا ويدمي قلوبنا هو أن نفس المسؤولين الذين اشترطوا علينا حكما قضائيا لتسوية وضعيتنا يتظاهرون الآن بعدم الاهتمام عندما أتينا بالحكم القضائي المطلوب. فأي ثقة تبقى لدينا تجاه مسؤولين ومؤسسة مثل هذه؟ أنا ها واش لازم يفهم، أنا واش لو كان كيقول أنا تعني البراءة تعني إيه الحقوق؟ أعطيني حقي، أعطيني حق أولادي، أما شو نقول لك أعطيني المعنوي؟ لأنه المعنوي هو كباب باش يفاليي المعنوي، المعنوي بزاف كبير. أنا درت قصور قلبي ولادي، أنا هذاك الله يسمع، أنا أعطيني غير الراتب باش نحقق التقاعد لأولادي. أنا أولادي رضعوا. أشكرك السيد عز الدين. أنا أعطيك كلمة أخيرة يا أخي. بإجازة تفضل. أتاحت لنا الفرصة التبليغ وتنوير المسؤولين والجمهور، وأكرر وأؤكد وأوليح على أننا نطالب فقط بتطبيق قوانين الجمهورية على قضيتنا. نحن لا نطمح في معاملة خاصة بنا، ولكن أعيد نريد فقط ما يسمح به القانون المعمول به في هذا البلد. نعم، أشكرك سيد يا أخويا ونشكرك، وأنت يا عزوك لا تنجم تقدم
نداء للمسؤولين، احنا نعم. بغينا نحن نبغوا نتمنى نداء للمسؤولين. يعني نحن نتمنى أن يتم حلحلة مثل هذه المسائل، ورغم أن هناك أسئلة كثيرة يعني تطرح حول العملية، عملية الأيادي النظيفة التي قام بها أحمد ويحيى، في حين نرى أن شكيب خليل يعني يتجول من دون يعني محاسبات إلى غير ذلك. بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحصة. أشكر السيد عز الدين محمد، وكذلك السيد رحماني بوزينة محمد، وكذلك السيد بنيه إسماعيل، وأتمنى من يعني المسؤولين الذين لديهم كل علاقة بهذا الملف أن يعملوا على حلحلته. وأختم بكلمة قالها السيد عز الدين محمد: فأي ثقة تبقى لدينا تجاه مسؤولين ومؤسسات مثل هذه؟ دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.